لا حجي احكي، تعال خلينا نحكي شوي، نسلم عليك. بس نسلم عليك، شلونك؟ شلونك امك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. ادري حتى لو احكي ايش الفايده يعني؟ لا اكو فايده. ليش ماكو فايده؟ لا ماكو كل فايده. هاي ثالث واحد يجي هنا زين نسولف له ونحكي له ونشكي. شنو عندك معانا؟ احكي لي احكي لي شنو عندك معانا؟ يابا معانا ايش عندكم؟ على السوق، على هالغلا، على يعني اليوم السوق التجار فاضي. الطحين لا تسولف. ايش بيه الطحين؟ الطحين والله ثالث وجبه. هذا الطحين سيال. يعني شو اقول لك؟ شنو نحكي؟ يعني برايك نشتري نشتري نبيع على الوكيل؟ نشتري منه ب 40. ليش هيك صار ب 40؟ زين ليش الزين زين؟ انتم بايش تبيعوا؟ بايش تبيعوا للوكيل؟ والله ب 10. ب 10 وتشترون ب 40؟ ب 40 منه من ذولي. يعني زين. الحكومه اتصور ما تشوف هاي الحكومه، ما تشوف هاي الشعب هيك معاناته؟ ما صدق. اكيد تشوف يما، اكيد تشوف. أيوة. اذا تشوف يعني ليش ما تسوي حل؟ نعم. ليش حل ماكو؟ يعني ماكو ناس قاعده ايجارات. انا وحده من عندهم، عندي طلاب، يعني طلاب عندي مال جامعه وعندي ايجار 400. يعني كل شهر نبيع لنا شغله البيت فرق. زين يا حكومه مالتك. زين احكي لي شلون ندبريها بصراحه؟ شلون اكو العراق نص فقير اكثر من نص؟ كلها زوجي قاعد بطال، وذولي عندي اثنين بطال. نعم. واحد يدرس بالثالث متوسط. نعم. واحد بالكليه. بالكليه واحد يريدون مصاريف. اكيد يريدون مصاريف. يشتغل وخطور. عامل جامعه. خلينا سكته خالص. احنا نشكرك يمه. شكرا لك. شكرا عيني. شكرا.